إسطنبول وكأنها متحف مفتوح، تأخذك في لحظات إلى عمق التاريخ، ومرات تعيش الحضارة بكل تفاصيلها. مدينة يعانق فيها الماضي الحاضر بانسجام لا يمكن أن يكون إلا في إسطنبول. ومن معالم إسطنبول قصر توبكابي، ففي منطقة السلطان أحمد تجد أكبر قصر في مدينة إسطنبول التركية، وهو قصر توبكابي على حافة المدينة وعلى مقربة من بحر مرمرة، حيث يقع بالقرب من نقطة التقاء مضيق البوسفور والقرن الذهبي، ويعتبر بيت السلاطين العثمانيين لفترة ناهزت 390 سنة، وكان يعيش فيه ما يقارب 4000 شخص. وقد بني القصر في عام 1478 ميلادية بأمر من السلطان محمد الفاتح. تصل مساحة القصر إلى 700,000 متر مربع، ومساحة البناء 80,000 متر. وعلى الرغم من تحويل مكان قصر الولاية، إلا أن توبكابي ظل محتفظاً بمكانة وأهمية على مر الزمان. وحتى يومنا هذا، فقد كان السلطان وعائلته يقيمون في هذا القصر شهراً في السنة، وهو شهر رمضان المبارك. افتتح القصر كمتحف لأول مرة في تاريخه، وذلك في عهد السلطان عبد المجيد، وتم عرض مجموعة من المقتنيات التي كانت موجودة في خزائن القصر على أحد السفراء البريطانيين في ذلك الوقت، ومن ثم أصبحت طقساً من الطقوس التي تمارس في هذا القصر بعرض هذه المقتنيات على الأجانب. توجد في القصر العديد من الأجنحة، كجناح العهد الخاص بالسلطان، وجناح لوالدة الملك وخادماتها، وديوان يجتمع فيه السلطان بوزرائه، وأجنحة متعددة للجواري، حيث إن لكل جارية جناح خاص بها، وجناح المتحف، وجناح للجنود والحراس والخدم. ويعتبر القصر مكاناً ذا طابع ديني مقدس، فقد تم العثور على مجموعة من الأمانات المقدسة التي نقلت إلى المدينة المنورة. قسم قصر توبكابي سراي إلى مجموعة من المباني المستقلة عن بعضها، فهو الآن يضم مساكن، صالات للاستقبال، حمامات، مكتبات، مخازن، مطابخ، مساجد، كنائس، قاعة للملابس، قاعات رسوم السلاطين والمخطوطات وغيرها من المقتنيات. واستمرت فترة بناء هذه الأقسام حتى منتصف القرن التاسع عشر. قاعة الأمانات المقدسة بالقصر. تم إنشاء قاعة الأمانات المقدسة بأمر من السلطان محمد الفاتح، وقد جمعت هذه الأمانات بعد فتح مصر على يد السلطان سليم. وبهذه القاعة العديد من الكنوز الثمينة، فيه صندوق مصنوع من الذهب منقوش بآيات قرآنية وزخارف رائعة، يحتوي على صندوق أصغر به بردة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما يوجد صندوق مصنوع من الذهب منقوش بآيات قرآنية وزخارف رائعة، ويوجد العلم النبوي الشريف داخل صندوق من الذهب. كما تضمنت الأمانات المقدسة عدداً من سيوف الخلفاء الراشدين والصحابة، وفي مقدمتهم سيفين لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لبرنامج هلا إسطنبول.